متحبين بجلاله، إنه على كل شيء قدير. سؤال آخر يقول: أبي توفي من سنتين وعاوز أعمله صدقة جارية، لا حرج. رأي قول الجمهور يعني لا ينبغي أن نضيق ما وسع الله. بعض أهل العلم يشترط أن تكون الصدقة الجارية من فعل المتوفى نفسه، والجمهور على أن الصدقة الجارية يفعلها للمتوفى أي مسلم، حتى ولو لم يكن من رحمه، حتى ولو لم يكن من أهله ولا من أولاده، فلا حرج على الإطلاق أن نجري للوالد رحمه الله تعالى صدقة جارية. وأعظم الصدقة سقيا الماء، سقيا الماء، بردت مية مثلا على يعني قد يعني مستوى كثير من أهلنا. طبعا إن كانت الأسرة أسرة غنية بناء مسجد فهذا من أعظم الصدقات الجارية، أو أن نكفل فقيرا أو أسرة يتيمة، أو أن يعني نقوم بأي عمل من أعمال البر ومن أعمال الخير. ومن أعظم الصدقات الجارية العلم الذي ينتفع به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به، لو أننا تركنا مكتبة مثلا عامة لطلبة العلم الفقراء الذين لا يقدرون على شراء الكتب لينتفعوا بهذا العلم، فهذه أيضا من أعظم الصدقات الجارية. وأسأل الله عز وجل أن يرحمه ولا تغفلوا أيضا له عن الدعاء.